وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أستاذ أحمد عم يسأل لماذا قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء في خلوته مثلا كان يكرر الله الله؟ عم يقول أنه نحن لا، الأولى أنه يكون عم يقول لا إله إلا الله، لأنها يعني راية الدين وشعار الدين وبها بعث كل الأنبياء. نحن نقول الجواب، نحن لا نجزم أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله الله، هذا كله كلام يعني اجتهادات من هنا وهناك، أو لا إله إلا الله. بل أنا أجزم بالنسبة لي ولرأيي، أنا أجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في حالة حضور تام مع الله عز وجل، ولا يحتاج لأذكار، لأن الله عز وجل يهيئه لأجل أن يحمل النبوة والوحي، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فلذلك طبعا في سورة المزمل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، اسم ربك هو الله يعني، وتبتل إليه انقطع إليه انقطاعا تاما. لكن لا يكون المعنى، قد لا يكون يعني، وهذا الـ يعني الغالب عندي والذي أقطع به أنا، لا يكون معنى بتكرار اسم الله، ولكن بالحضور التام مع الله عز وجل. لأنه حتى يعني النبي عليه الصلاة والسلام صحيح كان قبل البعثة كان من المتألهين، من الحنيفيين الذين لا يعبدون الأصنام ولا يرون الأصنام أبدا، يعني على هو على ملة إبراهيم عليه السلام، هذا ما في شك أبدا. ويعرف معنى كلمة لا إله إلا الله، وأنه لا إله إلا الله، والأوثان والأصنام وكذا كلها ليست يعني آلهة وليست معبودة وليست شركاء إلى آخره. لكن أنا لا يعني لا أظن أنه كان يكرر شيء، وإنما هو حضور تام مع الله، حضور تام مع الله، يعني تأمل في عظمة الله، في الشوق إلى الله، إقبال شوق، إقبال حب، مثل خلوة المحبوب مع حبيبه. يعني الآن إذا إنسان، معلش هذا المثال تنزلا يعني حتى نفهم المسألة، إذا إنسان أحب حبيبته، أحب خطيبته مثلا، أحب فلانة من الناس، هل يذكر اسمها يقول مثلا منال 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 منال؟ لا، مستحيل هذا الكلام. نحن نقول الله الله لأجل أن نحرك قلوبنا ويعني نستحضر هذا الاسم، لكن لأننا بعيدين عن الذكر فنذكر، لأننا يعني نسينا فنذكر. أما النبي عليه الصلاة والسلام لا ينسى حتى يذكر، تماما كما هو عند يعني كبار العارفين بالله، لما بيصلوا إلى مرحلة العليا في ذكر الله ما بيعود بيكرر، وإنما بيصير ذكره حضور تام مع الله، حضور تام مع الله مطلق، يعني لا يغيب عن الله طرفة عين بدون أن يقول الله الله تماما. فلذلك النبي لم يكن، أنا برأيي لم يكن يذكر لا الله الله ولا لا إله إلا الله، وإنما كان في حضور تام مع الله تعظيما وتقديسا وإقبالا وشوقا على الله تعالى. هذا هو الجواب على سؤال الأستاذ أحمد، وهو خريج كلية الأزهر الشريف. فهذا الجواب الأول على سؤاله الأول.